جمال، أنت بتقول أنا صح من المعارضين للنظام، ولكن في كتير من الأشخاص اللي واقفين بوجه النظام برفض أنهم يرفعوا العصا بوجهه، تقصدني؟ لا يعني أنا قلت أنا يعني صحيح أني معارض للنظام، لكني لست بالضرورة أقف في خندق واحد مع كل من رفع العصا في وجه النظام، لأنه الناس بتعارض وضع قائم لغايات وأسباب مختلفة. أنا واحد من السوريين اللي بعارض النظام من أجل دولة ديمقراطية ودولة عادلة ودولة المواطنة، مثل جبهة أحرار الشام، مثل داعش، كل هذه التنظيمات الإسلامية المتشددة هي تعارض النظام لأسباب الخاصة فيها، هي تريد إنشاء دولة إسلامية عابرة للحدود، لأنه أساساً المشروع الوطني ليس في حسبانها، لأنه هذا مشروع إسلامي وكبير بنظرهم سوف يؤدي إلى استعادة الخلافة، يعني هذا ما يعتقدوه. هذا ليس مشروعي أنا شخصياً. أنا مواطن سوري بصرف النظر أني أنا مسلم، بس أنا مع المسلم والمسيحي، وبصرف النظر عن انتماءاتنا الطائفية اللي حصلت بحكم المولد وليس بحكم الاختيار، نحن لدينا مشروع وطني. فلذلك الأهداف، أهداف معارضة النظام، هي أهداف واضحة جداً. نحن نريد دولة ديمقراطية، نريد سوريا بحدود الدولية المعترف فيها ذات السيادة، نريد مؤسسات الدولة والحفاظ على مؤسسات الدولة، لأن الدولة ملكنا، ولكن نريد هذه الدولة أن تعمل بسيستم غير السيستم السابق. طيب، على سيستم ديمقراطي. على سيرة السيستم السابق، يعني في كتار بيقولوا أنه بالعكس كانوا السوريين عايشين بحالة من الهدوء، يعني وضعهم الاقتصادي جيد، أقل دولة عندها ديونات إذا ما قلنا معدومة عندها الديونات، الناس مرتاحة، التعليم موجود، الوضع ميسور. لماذا كل هذه المعارضة؟ لماذا تنشأ هذه الثورة؟ وين كانت المشكلة بسوريا حتى تنشأ هذا النوع، أو تلحق إذا بدك ثورات كمان أخرى؟ لأنه هي قراءة غير صحيحة لسوريا. ليه؟ شرح لي كيف كان الوضع؟ شو اللي نحن منعرفه؟ إذا ما نحكي عن المعتقلات العسكرية، كان بكل الدول العربية، بكل الأنظمة العربية هناك من المعتقلات، لذلك الأنظمة العربية كلها مهددة، والربيع العربي لم يأتي على بلد واحد اسمه سوريا. طالما في اعتقالات، وطالما في استبداد، وطالما في تعسف، وما في سيادة للقانون، وطالما في هذه المعدلات المرتفعة من الفساد، وطالما في هذه المعدلات المرتفعة من المحسوبية، فإذا أنت لست في أمان. يوما ما سوف يحدث هذا الانفجار. سوريا في السنوات الأخيرة أصبح فيها يعني عدم عدالة بتوزيع الناتج القومي، ازدادت معدلات الفقر خاصة مع رفع سياسات الدعم شيئا فشيئا. مستوى التعليم في سوريا تراجع كثيرا وخاصة في الأطراف. السوريين يعني صاروا يفتقدوا إلى القضاء العادل، القضاء النزيه المستقل على سبيل المثال. معدلات الفساد في سوريا أصبحت مرعبة جدا، والسوريين بدأوا يشعروا أن سوريا ليست لهم بالمعنى الحقيقي للكلمة، لأنه في الآخر أنا لست من الرعاية، يعني تشملني بعطفك وحنانك، أنا مواطن في هذه البلد فأنا شريك فيها. وهناك أيضا مسألة مهمة جدا، هي مسألة الكرامة الإنسانية والإحساس بالحرية. يعني أنا أريد أن أعبر عن رأيي، أنا أريد أن أشكل حزب سياسي، أنا أريد أن أذهب إلى انتخابات نزيهة ومستقلة، أنا إنسان أريد أن أكون شريك في صنع القرار. برأيك اليوم الموجودين ضمن صفوف المعارضة هن بالفعل بقلبهم هم سوريا؟ هن بتعنيهم سوريا من الفصائل ومن الناس والأشكال والجنسيات المختلفة اللي عم بتحارب بصفوف المعارضة، حامل هذه القضية بقلبها ولا لا؟ بالتأكيد أنا رأيي أنه معظم الناس يعني اليوم من حملة السلاح قد يكونوا غير معنيين بالشأن الوطني مؤقتا، لذلك أنا من أصحاب السوريين، أصحاب الفكرة التي تقول بأننا بمجرد أن قدمنا حل سياسي عادل في سوريا فسوف نكتشف بأن كثير من حملة السلاح سوف يلقون بسلاحهم ويعودون إلى وضعهم الأساسي كمواطنين سوريين طبيعيين. يعني يجب أن أعطي هذا المسلح خيار عادل، ربما هو سيعود إلى حياته الطبيعية، لأنه أنا سوري وأستطيع أن أتكلم يعني بشيء من المعرفة عن المجتمع السوري. من أين أتى كل هذا التطرف الإسلامي في سوريا؟ حتى التطرف الإسلامي المتشدد جدا، أي شخص يعرف سوريا لم يلحظ ذلك على الإطلاق في أي وقت من الأوقات في المجتمع السوري. سوريا تاريخيا لم تقبل إلا إسلام معتدل، لدرجة أن هناك مصطلح الإسلام الشامي
الإسلام الشامل إذن وهو إسلام معتدل وسطي. سوريا عاشت حتى إسلاميا بفكرة الوسطية والاعتدال، لكن ما جرى من العنف خلى الناس ترتد الحقيقة إلى نوع من التفكير الغريزي، يعني تفكير ما قبل الدولة، الدفاع عن النفس والدفاع يعني. عن النفس وضغط الممول والحاجة إلى الممول والداعم صبغ هذه التنظيمات بهذا الطابع الإسلامي. اليوم أنا كيف أسترد شاب عاش كل حياته شاب طبيعي ليس متطرف على الإطلاق، يسمع الموسيقى والأغاني ويستمتع بوقته ويحضر الحفلات، تحول إلى شاب إسلامي اليوم متطرف، كيف يعني أمامي أحد خيارين، إما قتله أو استرداده. لحد الآن المتبنى هو الخيار الأول، والمشكلة مع الخيار الأول أني أقتل واحد فيولد اثنين، وهو حل دموي وحل مكلف جدا. الحل الآخر هو استرداده. كيف أستطيع استرداده؟ أنا رأيي أن الحل السياسي العادل سوف يغير الخريطة وطبائع الاصطفاف في سوريا. لذلك المقدمة، وهذا دائما ما نقوله للروس وما نقوله لكل الدول التي يعني الدبلوماسيين الذين نتحاور معهم بالشأن السوري، نقول بأن الحل السياسي العادل سوف يغير المناخ ويغير طبيعة الاصطفاف في سوريا. عندها سوف يصبح الحكم سهل جدا، وسوف تصبح المعركة ضد الإرهاب معركة واضحة وشرعية إلى أقصى الحدود، لا يموت فيها الأبرياء وإنما يقتل فيها الإرهابيون فقط.